عقب تعيينه قبل أيام، سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المكلف يعلن عن الأغلبية الحكومية. تشكيلة الحكومة المقبلة ستضم 5 أحزاب إلى جانب حزب العدالة والتنمية. تقرر تكوين الأغلبية الحكومية من 6 أحزاب، هي حزب العدالة والتنمية، التجمع الوطني للأحرار، الاتحاد الدستوري، الحركة الشعبية، الاتحاد الاشتراكي والتقدم الاشتراكي. العثماني أكد أن المرحلة المقبلة سيتم فيها الاتفاق على هيكلة الحكومة وتوزيع الحقائب الوزارية. المراحل هي أولا الاتفاق على هيكلة الحكومة الجديدة، ثانيا توزيع الحقائب الوزارية وتعيين الوزراء أو تحديد الوزراء الذين سيعينهم جلالة الملك في الأخير. رئيس الحكومة المكلف قال إن لجنة سيتم تشكيلها ستنكب على إعداد البرنامج الحكومي تزامنا مع إتمام هيكلة الحكومة وإخراجها للوجود. لتكوين اللجنة ستنكب على إعداد البرنامج الحكومي في بموازاة مع إتمام ورش ورش الهيكلة وإخراج الحكومة إلى حيز الوجود. الحكومة حسب رئيسها المكلف ستضم كفاءات مؤهلة تشتغل وفق أسبقيات واضحة وبرنامج دقيق وتستجيب لتطلعات الشعب وانتظارات الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين.